أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على مواصلة تعزيز العلاقات البحرينية التركية في مختلف المجالات والدفع بها نحو آفاق أرحب من العمل والتعاون المشترك. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة سعادة السيدة هاتون دمرير سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها في المملكة، حيث أثنى سموه على جهود السفيرة التركية في تعزيز العلاقات البحرينية التركية وتمنى سموه التوفيق والنجاح لسعادة السفيرة في مهامها المقبلة. خلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة السفيرة التركية مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعربت سعادة السيدة هاتون دمرير سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ملقيته من دعم ومساندة في مملكة البحرين أسهمت في تسهيل مهام عملها في المملكة.